بسم الله الرحمن الرحيم. ننظم الذكرى الثانية لرحيل الإمام المرشد الأستاذ عبد السلام ياسين رحمة الله عز وجل عليه، ونحن ننظم هذه المناسبة في سياق وفي إطار الوفاء لهذا الرجل ومكانته العظيمة في جماعة العدل والإحسان وللشعب المغربي وللأمة. ولهذا تلاحظون أن سواء الذكرى الأولى أو هذه الذكرى تحظى بحضور مختلف شخصيات من مختلف التيارات السياسية والفكرية والاجتماعية والإسلامية من داخل المغرب وخارجه، عرفانا بمكانة الأستاذ عبد السلام ياسين في الأمة سواء بالنسبة للحاضر أو بما تستشرفه الأمة من مستقبل، باعتبار أن الأستاذ عبد السلام ياسين معروف عليه كما يعرف الجميع أنه كان قلمه سيالا في كافة المستويات التربوية والفكرية والتنظيمية والتنظير لمستقبل الأمة.